إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. القاري محمود الشحات محمد أنور. فإذا دخلتموه فإن
وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإن أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. قال رب إني لا أملك
فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلني
إن